الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أعرب عن بالغ سعادتي في التواجد في محافظة البصرة العزيزة والمشاركة في افتتاح هذه المشاريع، وأيضا الاطلاع على مشاريع أخرى قيد التنفيذ. اليوم ولله الحمد هو يوم مميز للقطاع النفطي. بدأنا بزيارة إلى محافظة ميسان، وافتتحنا محطة معالجة للغاز في حقل الحلفاية، وهو من المشاريع المهمة والاستراتيجية التي جاءت بعد طول انتظار، حيث كنا نحرق الغاز المصاحب للإنتاج طيلة سنوات. بإنجاز هذا المشروع تمكنا من استثمار هذا الغاز بحدود 300 مليون قدم مكعب قياسي، 200 منها سوف تغذي محطات الكهرباء. واليوم في البصرة نفتتح هذه الوحدة، وحدة الأزمرة، وما تمثله من تأمين أيضا وسد لحاجتنا من مادة البنزين. القاسم المشترك بين هذه المشاريع أننا في هذه الحكومة بدأنا نوقف عملية هدر الثروات، ونضع حداً لعملية الاستيراد، استيراد الغاز واستيراد المشتقات النفطية. هذه العملية التي استمرت طيلة السنوات الماضية منذ بدء عمل الحكومة، وكان في سلم أولويات البرنامج الحكومي هو الاستثمار الأمثل للثروة، النفط والغاز، وتعظيم موارد العراق وتقليل الهدر والاستفادة مما يمكن عبر توسعة إنتاج المشتقات النفطية. لا يمكن لبلد ينتج أكثر من 4 مليون برميل من النفط يوميا وهو يستورد المشتقات النفطية ويستورد الغاز. بالتأكيد هذا أمر غير مقبول وغير منطقي، فكانت هذه الأولوية بالنسبة لحكومتنا، وعملنا عليها عبر سلسلة إجراءات وخطوات. إنتاج المشتقات النفطية يشكل قيمة مضافة للثروة وللشعب، وهو كما ذكرت إيقاف لهدر المال الذي يخرج للاستيراد. كما ذكر السيد وزير النفط، طاقات التصفية والتكرير تتصاعد بمعدلات يومية مع كل افتتاح لوحدة نفطية جديدة وإدخالها في إطار التشغيل، وإن شاء الله نحن قريبون من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية. هذه المشاريع ميزتها أيضا أنها تتم وتنجز وتنفذ وتدار إن شاء الله بجهود العاملين من الملاكات الفنية في شركاتنا، شركات وزارة النفط، الذين نعول عليهم في إدارة هذا القطاع بالشكل الذي يؤمن لنا تحقيق الهدف في استثمار هذه الثروة. اليوم بدأنا نتحدث عن مؤشر جديد، وهو التصدير، تصدير بعض المشتقات، زيت الغاز وكذلك منتوج النفط والكبريت وحتى وقود الطائرات، وهذا وضع طبيعي لبلد نفطي مثل العراق. هذه أرقام رسمية تتحدث عن منجز وعمل حقيقي وفق برنامج مدروس سوف نستمر به خلال فترة عمل حكومتنا. بالتأكيد ونحن نتحدث أمام الملاكات الفنية، لا يهمنا فقط زيادة الطاقات بقدر ما يهمنا أيضا تحسين المواصفة للمنتجات بالشكل الذي يؤمن الخدمة للمواطن. على مستوى مادة البنزين فقط
أذكر هذه الأرقام، في عام 2022 كان إنتاجنا 15861 متر مكعب باليوم، اليوم وصل الإنتاج إلى 24800 متر مكعب باليوم. وبعد انتهاء هذا الحفل سوف نزور واحد من أهم المشاريع التي تنفذ في هذا السياق، مشروع الـ FCC. هذا المشروع الذي يستخدم منتجات المصافي التشغيلية وتحويلها إلى منتجات خفيفة تدخل في رفع القدرات الإنتاجية لمصفى البصرة. كذلك هو واحد من المشاريع التي سوف تساهم في الحد من الانبعاثات للغازات الضارة للبيئة والمصاحبة لكل العمليات الإنتاجية في المصافي، حيث يعتمد أفضل المحددات والمعايير البيئية والتقنيات الحديثة. مشروع مهم بطاقة 55,000 برميل بكلفة 3,777,000,000 دولار. بالتأكيد هو مشروع استراتيجي، ننتظر إن شاء الله مراحل إنجازه الأخيرة. ختاماً، أثمن جهود العاملين من ملاكاتنا الفنية والإدارية، ممن نضع ثقتنا بهم لقيادة وإدارة هذا القطاع، ونؤكد التزام الحكومة الاتحادية بدعم هذه الملاكات على كل المستويات، سواء كان بالنسبة لحقوقهم كعاملين أو لمشاريع هذه الشركات، بما يؤمن ديمومة العمل والاستمرارية في الإنتاج. أنتم أيها الأخوة رأس مال العراق البشري لقيادة وإدارة القطاع النفطي. كل التقدير والاحترام للأخوة أعضاء مجلس النواب، وخصوصا في لجنة النفط والطاقة النيابية، الذين كانوا على مستوى كبير من تحمل المسؤولية ودعم مشاريع الوزارة وخطط الحكومة في هذا الإطار. بالتأكيد لا ننسى دور الحكومة المحلية بشخص السيد المحافظ والأخوة رئيس وأعضاء مجلس المحافظة. هذه الحكومة الاتحادية بما لديها من صلاحيات وتخصيصات بالتأكيد سوف تكون عامل مساعد لعمل الشركات ودعم ملاكاتنا الفنية. كل التقدير للجهود المخلصة، وإلى المزيد إن شاء الله من الإنجازات والنجاحات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.